يوميا في رمضان على إذاعة الشباب. يا عالم يا هو، أريد أتزوج أريد أتزوج أريد أتزوج أريد أتزوج. كمل اللي عليك أول. نوه من سلام يا بنتي. لا 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 لا، لا تصيري لا أنت سلام ولا أنت سلام وغير. من هذا اللي يقول عني هذا كلام؟ كاكاني فواز يقولوا عني أخاف من حرمتي. هني رجع. أنت سكت. يوار بالله سكتني. هلا احنا بشو ولا بشو؟ كيف يعني فشو ولا فشو؟ انا اللي اعرف انه ابو فراس لو سوى في ولدي شيء والله والله اني بحرق له الحيطة وما بخليه. هيك ولا هيك هي مشكلة وصايرة. هيك ولا بهيك انا بخليهم يضربوا بريك ولا انا اللي بعرف اللي هم باثنيناتهم. ايش عندك هذه السنة؟ عندي وعندي شي الخير. اقصد ايش اللي بتقدمه اذاعة الشباب من عمل درامي؟ كل سنة عندنا الجديد، بس هذه المرة بنسير على الامثال الشعبية، كل مثل وله حكاية. ومحلاك بالامثال الشعبية يا الله، واللي يعيش يا ما يشوف اشياء كثيرة. اكيد طبعا، هذا من تأليف واخراج محمود بن عبيد الحسني اللي هو انت له. نعم، بيساعدني في الاخراج رفيق الدرب صلاح بن جمعة الرئيسي، ومعنا مجموعة كبيرة من الممثلين. اها، وانتظرونا في مسلسل احوالنا في امثالنا، وانا معاهم تراني. ايش قلت اسم المسلسل؟ احوالنا في امثالنا.